خاصة اليومين اللي فاتوا، ألا وهو موضوع النجم العالمي نمبر 1 في مصر محمد رمضان. محمد رمضان طلع بفيديو على صفحته الشخصية، تفاجأنا، وفجأة محمد رمضان طلع وقال إن أنا تلقيت خبر، والكلام ده كنت نشرته بالمناسبة على صفحتي الرسمية، كان بيقول إن تلقيت خبر من أحد موظفين البنوك بدون ذكر اسم البنك طبعا على الهوا، إن بيقول له: إزيك يا فنان؟ صباح الخير يا فنان، أحب أبشرك ببشرة مش هتعجبك، إن عشان لو اشتريت أي حاجة بالفيز المشتريات مصر حجزت على أموالك. وهاجي عند حتة مصر حجزت على أموالك وهقف. الحقيقة الخبر ده بحثت وراه، لأن طبعا بلدنا ما بتحجزش على أموال حد وخلاص. بحثت وراه لقيت إن كان في رحمة الله عليه أسرة، خلينا كان رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، أسرة أصبحت دلوقتي بعد وفاته أسرة الطيار أشرف أبو اليسر، رفعت استكملت الدعوة القضائية وخدوا حكم قضائي ب6 مليون جنيه تعويض. طيب، وبناء عليه في حاجة في القانون اسمها حجز مال مدين لدى الغير، وأنا بتكلم دلوقتي بالقانون بصفة محامي. حجز مال مدين لدى الغير بيروح يشوفوا فلوسه اللي كانت مثلا موجودة في البنك ولا أي حاجة، بيحجزوا عليها تنفيذا لحكم قضائي، والأحكام القضائية طبعا لازم تضع فوق الرؤوس. يجي محمد رمضان يطلع بفيديو العالمي نمبر 1 يقول أصل مصر حجزت على أموالي. طيب، اللي خلاني كمان أبحث في الموضوع ده وأزعل للدرجة دي، إن بعض الأصدقاء في المملكة العربية السعودية كلمني هاتفيا وبيقول لي: هي مصر حجزت على أموال، البلد حجزت على أموال محمد رمضان؟ قلت له: مفيش الكلام ده، ده كذاب. قلت: مفيش أي حاجة من الكلام ده، ده كذاب. ليه بقى كذاب؟ لأن مصر ما بتحجزش على أموال الغير ولا أموال أي حد عنوة. وأنا دلوقتي بوجه رسالتي لمحمد رمضان: يا حبيبي، أنت راجل ممثل شاطر وشايف شغلك كويس وربنا فتحها عليك، كنت حاجة خالص وبقيت حاجة دلوقتي، ربنا يوسعها عليك، واجتهدت وتعبت وربنا ادالك، هتطلع تعمل شو إعلامي تغضب الناس؟ كفاية ان كان في واحد اسمه طيار اشرف ابو اليسر، الله اعلم يعني الاعمار بيد الله، ممكن يكون الراجل مات بحصرته، لكن ما تعملش مش كل يومين ثلاثة تطلع في مرة تتكلم ترمي بكلام زي مش عايز اقول اللفظ على حد زميل اعلام زميل، يومين تاني وتطلع تقول اصل مصر ما بتحجزش على اموال حد دلوقتي بالكلام. اللي خلاني اقول الكلام ده دلوقتي بكلام واحد محمد رمضان شخصية عامة، وطبعا ليه متابعين كتير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، لو انا مستثمر اجنبي وعايز اعمل استثمارات او استثمر اموالي في مصر بلد الامن والامان الداعمة للاقتصاد الخارجي، اي حد بيجي يستثمر بيلاقي جو مناخ اصبح الان مناخ مناسب جدا للاستثمار الاجنبي في مصر، هيسمع حاجة زي كده من محمد رمضان؟ على ما اعتقد يعني مش هيجي يستثمر في مصر، هيخاف، هيقول لا الوضع ليه، لان هو منظوره من على مواقع التواصل الاجتماعي هيقول ده شخصية عامة. فانا بوجه رسالتي دلوقتي لمحمد رمضان بقول له: يا ابني اهدى شوية على نفسك، وبلاش الشو اللي انت بتعمله ده، كفايه كل عيش واقعد وانت ساكت، يعني اشتغل وشوف شغلك، انت راجل ممثل شاطر، كل عيش واسكت. وده برضو حبيت ابدا بيها حلقتي، يعني ايه، يعني لعل يسمع الكلام كده ويتهدي ويقعد يكن على جنب. يعني خليني من محمد رمضان نمبر 1 في نفسه الى حاجه كويسه جدا للتعليم العالي، كده التعليم العالي، خلينا بقى من الحاجات الفاضية اللي بيعملها محمد رمضان نيجي للتعليم، الحاجة اللي هتنفعنا وهتنفع البلد وهتنفع أهالينا وهتنفع أولادنا فيما بعد.